فقرة ضيف التحرير، فقد تأكد من مالي مقتل عنصر ميليشياتي البوليساريو عدنان أبو وليد السحراوي الذي انتقل من مخيمات تندوف إلى منطقة الساحل والصحراء، حيث تنقل بين أبرز تنظيمات الإرهابية هناك، بداية بفرع تنظيم القاعدة إلى أن تولى قيادة فرع تنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء. للحديث حول هذا الموضوع معنا مباشرة من الرباط الأستاذ محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. إذن يعتقد أن المدعو عدنان أبو وليد الصحراوي قد تنقل بين العديد من التنظيمات الإرهابية في منطقة وهي في هذه المنطقة وهي التنظيمات المسؤولة بشكل مباشر على مختلف العمليات الإرهابية التي شهدها المثلث بين مالي والنيجر والبوركينا فاسو، أليس كذلك؟ فعلا عدنان أبو وليد الصحراوي هو يعني مسؤول عن أزيد من 2000 ضحية في هذه المنطقة، وهو أحد قيادي البوليساريو الذي انتقل يعني من البوليساريو إلى المجاو ثم إلى تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي ثم المرابطون فالملتمون إلى جانب مختار بالمختار المعروف بالأعور، ثم يعني سنة 2015 قام بالولاء لداعش وأسس تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. فبالتالي هذا الرجل تنقل بين مخيمات تندوف ومنطقة الساحل والصحراء، وكانت له يعني أنشطة كبيرة جدا، إجرام كبيرة جدا في هذه المنطقة، ويبدو أنه كان يجد كذلك ملاذا في المخيمات وينكفئ إليها. فما يمكن أن يعني نلاحظه هو أن تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى الذي يعني كان الذي أسسه وقاده عدنان أبو الوليد الصحراوي يعرف كذلك تواجد يعني عناصر كثيرة من البوليساريو بما فيها عبد الحكيم الصحراوي وعبد الرحمن الصحراوي، مما يؤكد التقاطع التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة مع العديد من عناصر البوليساريو ومع تنظيم البوليساريو. فبالتالي نحن اليوم أمام يعني نهاية لهذا العنصر الدموي والذي يعني كلف العديد من الأرواح في منطقة الساحل والصحراء من خلال عملياته الإرهابية، ومقتله اليوم يعتبر يعني انتصارا في اتجاه مكافحة الإرهاب، ولكن بالمقابل مقتله كذلك يعيد إلى الأذهان الدور الذي تلعبه يعني مخيمات تندوف التي كما نعلم جميعا سبق وأن تم اختطاف يعني متعاونين أوروبيين إيطاليين وإسبان من قلب المخيمات وتسليمهم للقاعدة بالمغرب الإسلامي وتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، ثم كذلك نشاطهم الكبير وتقاطعهم مع الجريمة العابرة للحدود والتنظيمات الإرهابية. نعم، مقتل هذا العنصر يعيد أيضا إلى الواجهة الحديث عن ارتباط قيادات البوليساريو بالتنظيمات الإرهابية والمخاوف التي عبرت عنها العديد من التقارير من أن مخيمات البوليساريو تحولت إلى مكان لتفريخ عناصر إرهابية. فعلا منذ مدة وكما أشرت قبل قليل العديد من الأحداث والعديد من المحطات تؤكد بأن يعني عناصر من تنظيم البوليساريو والتنظيم في حد ذاته أصبح يعني في علاقة مع هذه التنظيمات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية في المنطقة. فبالتالي هذه العملية تعيد إلى الأذهان هذا يعني التاريخ الأسود وهذا التعامل يعني الذي هو
يعني قائم بين هذا التنظيم والدعوات التي كانت في السابق من لدن العديد من الأطراف لإعلان البوليساريو كتنظيم إرهابي، وأعتقد بأن تطور وتوالي الأحداث وكذلك يعني العشرات بل من ضمن المئات من العناصر المنضوية تحت هذه التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء هم منتمون للبوليساريو، فبالتالي مع العملية الإجرامية الأخيرة التي يعني ذهب ضحيتها سائقان مغربيان بمالي ومع ما يمكن أن ينتج عن تحقيق نتمناه يعني قوي وجدي في هذا الاتجاه من طرف المنتظم الدولي ومن طرف يعني الدولة المالية لتأكيد بأن البوليساريو فعلا اليوم دخل في خانة التنظيمات الإرهابية. نعم، لماذا تتجه قيادة البوليساريو لربط علاقات مع تنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة وما مدى امتداد هذه العلاقة؟ قيادة بوليساريو ربطت في البداية علاقات وثيقة مع تنظيمات الجريمة أو منظمات الجريمة الدولية عبر الحدود، سواء منها التي تنشط يعني في تهريب المخدرات وبالأساس الكوكايين أو في تهريب الأسلحة أو تلك التي تنشط يعني في الهجرة غير الشرعية أو مختلف يعني العمليات الإجرامية. هذا يعني أمر معلوم لدى الجميع، ومع تطور الأوضاع وتدهورها كذلك في منطقة الساحل ولجوء العديد من التنظيمات الإرهابية إلى هذه المنطقة استمر هذا التعامل مع هذه التنظيمات التي كانت ولا زالت البوليساريو تمنحها يعني العديد من الدعم اللوجستي سواء من حيث الأسلحة أو من حيث كذلك منحها الملاذ الآمن أو من حيث استخدام يعني بعض المحطات. نعلم بأن البوليساريو قد تحقق كذلك بعض الأهداف من هذه العمليات الإرهابية، والسؤال الذي يظل مطروحا الآن بشكل قوي في هذه يعني المرحلة وهذه المحطة الراهنة هو المرتبط باستغلال البوليساريو ومعه جهات أو أجهزة لدولة أخرى لهذه التنظيمات الإرهابية في عمليات كالعملية التي ذهب ضحيتها السائقان المغربيان. نعم سيد بن حمو، هل العمليات الإرهابية ستعرف انخفاضا بعد مقتل المدعو وليد الصحراوي أم سينتج عن ذلك انتقام من صح القول وبالتالي ستنفذ عمليات أكثر شرسة؟ هي ضربة قوية لهذا التنظيم، فمقتل يعني قيادة هذا التنظيم وغياب أو تغييب من خلال يعني تصفية العديد من قيادته وأشرت إلى بعضها يجعل بأن القيادة اليوم ستنتقل إلى مجموعة أخرى، حيث أن قيادة هذا التنظيم ستنطلق أو ستعود لأحد الأفراد من البول بدلا يعني أن كانت لدى هذه المجموعة المنتمية يعني البوليساريو سواء عبد الحكيم الصحراوي أو عبد الرحمن الصحراوي اللذان يعني اشتغل إلى جانب عدنان أبو الوليد الصحراوي. فبالتالي نحن الآن في مرحلة جديدة، أكيد بأن الصراع كذلك القائم بين يعني أياد غالي وكذلك يعني تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى أضعف هذان التنظيمان وأنه مستمر قد يكون لفائدة تنظيم القاعدة في يعني في ما تمثله يعني تنظيم إياد غالي، ولكن في جميع الأحوال وإن كانت يعني هذه الضربة قد يعني أثرت نفسيا وتؤثر نفسيا على هذا التنظيم، وإن كانت كذلك يعني قد خلخلت وزعزعت تركيبته فلا أعتقد بأنها يعني ستنهيه، وإن كانت هناك يعني ملاحظة تؤكد بأن
بأن هناك تراجع كبير في عدد المقاتلين المنتسبين لهذه التنظيمات الإرهابية، علما بأن الأرقام اليوم التي تروج غير دقيقة، لأن هناك من الإرهابيين الذين يعني يمتهنون هذا النشاط بشكل يعني انتهازي، وهم يعني ربما يمارسون أعمال عادية وطبيعية في النهار ويقومون بأعمال إرهابية من حين لآخر. في جميع الأحوال العملية التي أدت إلى يعني مقتل غالي، والتي تمت بين 17 و 22 من شهر غشت الماضي إثر إلقاء القبض على يعني عنصرين من هذا التنظيم في شهر يوليوز، في أواسط شهر يوليوز، من طرف القوات الفرنسية، وهما اللذان يعني أعطيا الكثير من المعلومات تمكن من خلالها يعني الجيش الفرنسي دعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض مخابرات دول المنطقة من تحديد يعني منطقة تواجده. فعدنان أبو الوليد الصحراوي قتل وهو على دراجة نارية، وكان يعني بمقتله من طرف استخدام طيارة بدون طيار، ومقتله جاء بصدفة لأنه لم يكن يعني مستهدف كعدنان أبو الوليد الصحراوي، ولكن المعلومات التي توفرت عليها القوات الفرنسية كانت تفيد بأنه يعني يتنقل على دراجة نارية، وبأنه لا يستخدم يعني الهاتف النقال ولا يعني أي وسائل للتواصل سوى يعني استخدامه لرسائل يعني تقليدية. فبالتالي هذه العملية التي جاءت كما يقال يعني بمحض الصدفة، وإن كانت يعني هناك استهداف لقيادات هذا التنظيم، أثمرت عن هذا الصيد الثمين وأثمرت عن هذه الضربة القوية. نعم، شكرا لكم الأستاذ محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية على كل هذه القراءات والتوضيحات المهمة.